في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وبناء على معلومات مؤكدة واردة ما فدوى تمرير كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة. تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بيتوغورد خلال هذا الأسبوع من حجز 7409 كبسولات من نوع بريغابالين 300 ميليغرام أجنبية الصنع، مع حجز سيارتين سياحيتين ومبلغ مالي مقدر ب 134 ألف دينار جزائري كعائدات إجرامية، وتوقيف 3 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية تعتمد على أسلوب التمويه في تمرير الكميات السالفة الذكر. كما تمكنت وحداتنا من فك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات مادة الكوكايين الكيف المعالج، أين أسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص مع حجز كمية من مادة الكوكايين والكيف المعالج، 3 سيارات سياحية ومبلغ مالي مقدر ب 704 ألف دينار جزائري كعائدات إجرامية. تم تحرير محضر قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة توغورد.